تجي المشاركة ديالنا في هذا الوركشوب اللي نظمته شركة بان ماروك بان المغرب، إطار قاموا بالتعريف بالشركة ديال بان المغرب، وكذلك تطرقوا للمجموعة من الاتفاقيات اللي دارتها الجمعية المغربية لمحاربة والقردان والقوارض بالمغرب لايم تخودي، كذلك التعريف بالمستجدات في الميدان ديال المحاربة بحال تماما بحال شي وسائل، وكذلك الادويه لي ماتيير اللي كيتستعملوا في هذه الميناء. هذا كان حضور واحد خبراء ومهتمين في الميدان ومنتجين لبعض المواد باش كيخدموا الشركات اللي كتخدم في مجال محاربه الافات. كانت واحد الشراكه مع بان المغرب، وكذلك تعرفوا الناس الفاعلين في الميدان في المغرب بالطرق الحديثه لمحاربه الافات، وكذلك طرق استعمال هذه المبيدات. اليوم كنت عملت واحد التدخل في هذا اليوم خاص بمحاربة الآفات، وطبعا تكلمت على التخصص ديالي اللي يمكن يخص هذا الميدان ألا وهما الأفاعي السامة. إذن تكلمت على التنوع البيولوجي والأهمية دياله في المغرب بطريقة عامة وبطريقة خاصة، التنوع البيولوجي من ناحية ديال الأفاعي السامة اللي في المغرب، أشنو من المنافع ديالها، أشنو من فين كتسكن، طريقة باش كتغدى، طريقة باش كتوالد. والهدف من هذا الشيء كامل هو أنني نشرح لهذا الناس هادو بأن هذه الحيوانات راه هي مهمة وما يمكنناش نأديوها. هي ماشي هي في حقها اللي كتأدينا، ولو أننا كنقولوا احنا كتأديوا، لأن احنا إلا ما مشينا لهاشي هذه البناية مثلا اللي كتبنى أخيرا في قلب مناطق كانت طبيعية يعني كيعيشوا فيها هاد الحيوانات، يعني في حال وأصلا هاد الحيوانات ما عمرهم ما كيهاجموا، هاد الحيوانات كيدافعوا على نفسهم. وهذه هي المداخلة ديالي اللي كانت، وكنظن أن نالت واحد الإعجاب من ناحية ديال الناس اللي كانوا من ناحيه ديال الناس اللي كانوا كيسمعوا ليها. وكنظن ان بزاف المعارف كانت كتنقصهم، بزاف المعارف باش يعرفوا هاد الحيوانات باش يمكن لهم يتعاملوا معهم بطريقه افضل. اليوم حضرنا في هذا اللقاء ديال لا سوسيتي بان كجمعيه مهنيه تخدم بهذا القطاع هذا، وهذا اللقاء هذا غيجي في اطار تقنين هذا المجال هذا اللي اختصت فيه الجمعيه يعني مسافات كبيره، الحمد لله بتعاون مع وزاره الصحه ومع المعهد المغربي للتقييس ليمانوغ. واللي هذا اللقاء هذا اللي جلب مجموعه من الخبراء ومن الشركات في هذا المجال هذا اللي ذكروا لهم حول مجموعه من التقنيات ومجموعه من القوانين اللي احنا ان شاء الله الصدد ديالها اننا نطبقوها في البلاد من اجل تقنين هذا المجال وتقنين الاستعمال ديال لي برودوي وديال حتى العمليات اللي كيقوموا بها الاشخاص المعنيين بالتريتمون ديال الافات. فهذا اللقاء اليوم فهو كيتم المجهود اللي كتقوم به الجمعيه الدائم على المستوى سواء على مستوى التكوين ولا على مستوى مراقبه وتتبع ديال المنتجات اللي كتستعمل في هذا المجال هذا.